افتتحت مالاوي اليوم قنصلية عامة لها بمدينة العيون، مؤكدة بذلك دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه ووحدتها الترابية. حضر مراسم الافتتاح ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي إيزنهاور ندوامكاكا. وبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالصحراء المغربية منذ ما تم السنة الماضية أزيد من 20 قنصلية. وتعد القنصلية العامة للمالاوي بمدينة العيون القنصلية 12 بعد قنصليات كل من جزر القمر والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وساوتومي وبرنسيبي وبوروندي والكوت ديفوار ومملكة إسواتيني وزامبيا والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الهاشمية الأردنية. Your jungle.